أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا بأس أن نحييكم ونحيي العالم الإسلامي والمسيحي وكل الطيبين والإنسانيين بالعالم في هذه الأيام المباركة التي تذكرنا بميلاد سيدنا ونبينا المسيح عليه السلام. ليس نبينا. ها؟ ليس نبينا. ليش؟ مو نبينا. عشر. نبي بس مو نبينا. ليش نبينا؟ نبينا محمد. كل نبي هو نبينا. يلا بعدين إذا تحب. لا إله إلا الله. إنا أرسلنا رسلك سنقرا الآية إن شاء الله. مؤمن بنبوة سيدنا إليس بن يعني الإمام المهدي إمامنا إمام السموات صحت يا فخلي الرجال يكمل على تستنى. على كل حال، القرآن الكريم ينبغي أن يطلع عليه المسلمون وغير المسلمين ليتأكدوا من بأن الله عز وجل أراد لهم الخير فأرسل لهم رسله. الله خالق السماوات والأرض وخالق الحياة والكون بنظامه العجيب، وأنزل التوراة والإنجيل والقرآن ليهدي الإنسان هداية إنسانية صحيحة. الإنسان حينما نزل إلى هذه الأرض وهو آدم عليه السلام وحواء عليه السلام عليها السلام، هي الأسرة الأولى، الأسرة الاجتماعية الأولى التي ظهر منها أبناءهم. وبعد الطوفان حسب ما يقول التاريخ تفرقوا، فظهرت اللغات، ثم أنزل الله عز وجل في هذه الأقوام كتبه وصحائفه. وما من كتاب إلا وفيه الدعوة إلى إخلاص النية للخالق عز وجل. هذه النقطة الجوهرية في كل كتب الله عز وجل، أن يخلص الإنسان في قلبه لخالقه ولا يتخذ من دونه شركاء، لا إنسان ولا غير إنسان. وقد أراد الله عز وجل
أن تكون هذه الحقيقة هي مصداق لآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، منها الآية الكريمة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا النداء الإلهي لكل الأجناس وكل العقائد وكل من هو ينتمي إلى دين أو مذهب أو فرقة، صحيح إنها هذه الآيات الكريمة: الذين آمنوا والذين هادوا اليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله، صحيح إنها تخص الأديان، لكن تحتوي فيما تحتوي إن الإنسان وإيمانه بالله عز وجل وعمله الصالح، هذا هو المهم في مسيرة حياة الإنسان، العمل الصالح. لا تعمر الأرض ولا بلاد إلا بالعمل الصالح الذي يقوم به كل مؤمن. الإيمان بالله عز وجل هو الذي يصلح الحياة، هو الذي يصلح النفوس، هو الذي يضعف من التكبر ومن الحقد والعداوات بين الناس. هذا الإيمان هو الذي الله عز وجل أراده للإنسانية جميعا. آيات مثل هذه تشمل حتى الكافرين، تشمل حتى المشركين، كلها الخاتمة عملهم عند الله عز وجل. ولكن المشكلة هي في النفوس المريضة والنفوس التي ترى أن الحق معها لا مع غيرها، هذه مشكلة للأسف الشديد. حينما ينظر الإنسان بنصف عين أو ينظر الإنسان بمعرفة جاهلية للأمور يصبح الأمر في الأرض أمرا آخر. السيد المسيح عليه السلام هو نبي من أنبياء الله تعالى، لا شك في ذلك، وما دام أنه نبي مرسل ومعه كتاب الإنجيل فهو نبي للمسلمين جميعا وغير المسلمين، إنما البعض أراد أن يحصر هذا النبي ويجعله له أو لقومه أو لأمته، في حين أن الأنبياء أن النبي صلى الله عليه نبينا جاء متمما لهذه الرسالة، بل متمما لكل الرسل، وأنتم تعرفون ذلك. حتى في الإنجيل أو عندنا في القرآن الكريم بشر عيسى عليه السلام بنبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، يأتي من بعدي نبي من بعدي اسمه رسول، أحسن، رسول من بعدي اسمه أحمد.
هذه الحقائق كل النبوات تتبعها. كل نبي يأتي يبشر بالنبي الذي يأتي من بعده. الزمن بين نبينا عيسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وآله تقريبا 500 عام أو أقل من ذلك أو أكثر قليلا، 570 سنة. أحسنت. هذا الزمن الذي امتدت فيه المسيحية حتى وصلت الجزيرة العربية أيضا ابن نوفل اللي هو يصير نوفل الذي أخو خديجة تنبأ وهو مسيحي تنبأ بمحمد صلى الله عليه وآله وبين أنه سيكون له الناموس، ناموسه مثل ناموس موسى. وأيضا إذا تتذكرون بحيرة الراهب في الشام حينما ذهب رسولنا صلى الله عليه وآله إلى الشام في رحلة مع أمه، قال له، قال للعم يعني، قال بحيرة الراهب أخرج من الشام لأن هناك أناس يتبعوه، يعني يريدون به مطلبا ما، فخشية منه راجع به إلى الجزيرة. إذن عرف هؤلاء من علماء المسيحية بأن هنالك نبي سيأتي الجزيرة العربية ويبشر الناس ويعلمهم رسالات رب العالمين. كتب في ذلك السيد محمد حسين فضل الله رحمة الله عليه كتابا اسماه المسيح بين القرآن والإنجيل، كتاب قيم يذكر به الحقائق التي تجمع بين الإسلام والمسيحية، وذكر بأن الآيات من القرآن الكريم تؤكد هذه الحقيقة. قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعل تكملته وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذا هو عيسى ابن مريم النبي الرسول. آية أخرى، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. آية أخرى، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل. آية أخرى، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، إلى آخر ذلك من الآيات الكريمة. فهو نبي وهو رسول، وفي نفس الوقت نحن نؤمن بكل رسالات الأنبياء الذين أخبرنا الله عز وجل في كتابه
في قرآني. الإيمان في ذلك هو جزء من عقيدتنا الإسلامية، لا يمكن أن نفرق بين هذا وذاك، بين هذا النبي وذلك النبي، لأنهم كلهم من عند الله ورسله وجاءوا ليهدوا البشرية إلى الطريق الصحيح. نبينا محمد صلى الله عليه وآله تعاليمه تتشابه مع تعاليم عيسى بن مريم عليه السلام، بل تزيد على ذلك في أن تقنن حياة الإنسان وفقا للدستور الإسلامي. إذا كانت حياة عيسى عليه السلام جاءت لتبرهن إنه هو آية وأمه آية، وهو الذي يحيي من كان ميتا أو يشفي من كان مريضا بإذن الله تعالى، اقتصرت حياته القليلة بقدر عمره على مكافحة المادية البحتة التي يؤمن بها اليهود، فجاءهم بروحية عالية في سبيل أن يهذب قلوبهم وماديتهم التي طغت على حياتهم. فعيسى عليه السلام خاض مثل هذا النقاش في مع اليهود، ومع ذلك كان موقفهم منه موقفا مشينا وموقفا فيه شيء من اللبس والاتهام في أمه عليه السلام التي طهرها الله عز وجل واصطفاها في قوله تعالى: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك ثم اصطفاك على نساء العالمين. هذا التأكيد شيء ينبغي على أخواننا المسيحيين أن يعرفون مكانة مريم العذراء وعيسى ابن مريم في القرآن الكريم. وأرجو من أي إنسان أن يصغي إلى آيات الله عز وجل في ذلك حتى لا يكون عنده لبس فيما يتعلق بالقرآن الكريم وبحياة النبي صلى الله عليه وآله. هذا شيء مهم، لأننا في بعض الأحيان للأسف الشديد نجد هنالك شائبة في فهمهم لآيات القرآن الكريم عند من لم يقرأه. وعلى كل حال الجانب العلمي في القرآن الكريم والجانب الموضوعي في نقل كلام الله عز وجل ينبغي أن يكون منزها حتى تتقارب القلوب. وقد أوضح لنا الله تبارك وتعالى في كتابه، إن صح التعبير نقول الموضوعية الراقية، حينما قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس، قسم من الناس للأسف الشديد حينما يتحدث عن القرآن لا يتحدث بأمانة، وإنما يتهم اتهامات ضالة. لذلك
يقتضي على الإنسان العالم أو الداعية من أي دين آخر من الأديان أو أي قومية من القوميات أو أي منهج علمي أن ينظر إلى هذه القاعدة العلمية الراقية في القرآن الكريم ويتذكر ومن الناس من يجادل في الله لا أن يتهم الله عز وجل بأنه نزل إلى الأرض أو صار إنسانا كالمسيح عليه السلام ولا يتهم الله اتهامات أخرى إنه ابن الله المسيح ابن الله عليه أن يدقق فيما يقول حتى يكون أمينا للكلمة وأمينا لدعوته ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير له بغير علم الإنسان إما أن يكون عالما تجريبيا فيجعل التجربة هي المصدر للمعرفة وإما أن يكون عقليا بهداه العقل فيكون أمينا لمنهجه العقلي وإما أن يكون ربانيا يؤمن بكتاب الله ووحيه وكتاب منير ركز على كلمة ليس فقط كتاب وإنما وكتاب منير هذا الذي يجعلنا نقترب كعلماء أو كباحثين موضوعين بالدرجة الأولى لأن الموضوعية يلتقي عليها جميع الباحثين من هندوس إلى مسيحيين إلى مسلمين إلى غير ذلك وهذا ما نتمناه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد